بدر هاري يلغي نزاله حدادا على أرواح ضحايا الهزة الأرضية بالمغرب. هذا ماشي وقت باش ندابزو، هذا وقت المغرب والله يرحم لي ماتوا. إليكم التفاصيل. ألغى البطل المغربي بدر هاري نزاله الذي كان مرتقبا يوم السبت ضد خصمه الإنجليزي جيمس ماكسويني ضمن بطولة غلوري 88، وصعد هاري إلى منصة النزال وأعلن انسحابه من المواجهة حدادا على ضحايا الهزة الأرضية التي ضربت المملكة المغربية وخلف عديد من القتلى والجرحى. وقدم بدر هاري تعازيه الحارة ووجه رسالة للجمهور الحاضر بقاعة دومدوم باريس بالعاصمة الفرنسية التي كانت مسرحا للنزال. المغرب مجروح والناس ماتت وأطفال فقدوا والدهم، وما جاتش أنا نلعب وندابز ونفرح، وهذا ماشي وقت باش ندابزو، هذا وقت المغرب والله يرحم اللي ماتوا. إن لله وإن إليه راجعون.